تداعيات الأزمة الاقتصادية في مرحلة عالمية يفترض أن الاقتصاد المعرفة الأولوية. تحديات كثيرة تجلت في عمله في الوزارة، بدءا من أوضاع الوزارة والعاملين فيها، مرورا بتلفزيون لبنان والأزمة التي يعاني منها، فحاول قدر المستطاع تحسين أوضاعهم تمهيدا لإعادة النهوض بقطاع الإعلام الرسمي، وهي مهمة مش سهلة أبدا. تفضل معالي وزير الإعلام زياد الكير. صباح الخير. أنا يمكن فاجئكم، ما رح أحكي ولا اقتصاد ولا إعلام. بدي بلش من محل ما خلص أمين باك بموضوع الرئاسة. نجتمع اليوم في هذا المؤتمر الاقتصادي الذي يحظى برعاية كريمة من زميلي في الحكومة، وزير الصناعة جورج بوشيكيون يلي منه هون. تباحث في كيفية إنعاش الدورة الإنتاجية ببعض الأكسجين في ظل أسوأ أزمة وجودية في تاريخ لبنان الحديث. سأدع الاقتصاد لأربابه وأكتفي بتسليط الضوء على الترابط بين الاقتصاد والسياسة. المصير الاقتصادي لأي بلد تحكمه السياسة وعليه الشهور الرئاسي يفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية ويعمقها. وهذه الحقيقة الثابتة والدامغة تحتم علينا وضع الإصبع على مكمن العلة في المشهد الوطني. فدور رئيس الجمهورية في الحياة السياسية ليس أمرا هامشيا أو ثانويا أو عابرا. لقد أوكل الدستور إليه صلاحيات صريحة وضمنية جعلت منه صمام أمان وضابط إيقاع الحياة السياسية في لبنان. ولا نغالي إذا قلنا أن صلاحيات الرئيس تؤمن للوطن مناعة اقتصادية وللكيان اللبناني ديمومة واستمرارية. وعليه عدم انتخاب رئيس هو فعل تخريبي وتدميري وضرب لبنية الدولة. ونحن لم ننتخب رأسا للبلاد لا لأننا نعاني من أزمة حكم، بل لأننا نعاني من أزمة ضمير. وعندما يتعطل الضمير من الطبيعي أن تتعطل السياسة، وعندما تتعطل السياسة من الطبيعي أن يتعطل الاقتصاد وأن يفتك الفقر بشاباتنا وشبابنا. يعني بيسوى بس تشوفوا مئات آلاف الشابات والشباب كيف عم يتركونا كل يوم. موقع رئاسة الجمهورية أسير الأمزجة والطموحات والأنانيات، عم بحكي علينا كلنا سوا. والبلد أسير التعثر والبطالة والهجرة. لن أطيل أكثر، وأتوجه في ختام كلمتي إلى القوى الحريصة على بقاء لبنان وعلى دور لبنان بالقول بانتخابكم رئيسا للبلاد تعيدون للبنان الحياة. فهل أنتم فاعلون؟ وشكراً.